والآن سنستخرج عناصر الحكاية. كبش العيد. عناصر الحكاية هي الشخصيات، الزمان، المكان والأحداث. نطرح السؤال التالي: متى وقعت أحداث هذه الحكاية؟ متى أقصد بها الزمان؟ إذن وقعت أحداث الحكاية هذه الحكاية في الماضي، صبيحة يوم العيد. أين وقعت أحداث هذه الحكاية؟ هناك أماكن متعددة، نجد سوق المواشي، فناء الدار، المصلى، حجرة الطفلين، الدولاب. من هم شخصيات هذه الحكاية؟ الشخصيات هم ليلى، أحمد، الأب، الأم، كبش العيد. بالنسبة للأحداث، المقصود بها الأفعال التي جاءت في الحكاية. تابعوا معي: عاد، اشترى، ربط، أوصى، يلعبان، انظر، ستقدمين، سأعتني بي، استأنس، صار لا يفارقانه، حلت صبيحة العيد، صدقت، فكرت في خطة، ننقض بها، أفرغ الطفلان دولابا كبيرا، أدخل فيه الكبش، تفقد الأب الكبش، لم يجده، لقد فر الكبش، انطلق البحث، لم يعثروا على أثر، يخرج من حجرة الطفلين، يصيح. إذن أحداث الحكاية هي الأفعال التي جاءت في الحكاية، وأهم حدث هو ألف الطفلان كبش العيد فعمل على إخفائه عن الأنظار، لكن الكبش خرج من مخبئه ففرح الأب ودهش الطفلان. إذن هذه كانت هي عناصر الحكاية.